طويلة. ما أريد أن أقوله في النهاية، أنا أؤمن تماما بتنوع الكاتب داخل تجربته، ومن لا يتنوع داخل هذه التجربة يموت، ويعني على الأقل سيصيبنا بما تدعوه الدكتورة سلمى الجيوسي بالإرهاق الجمالي، لأنه يعني كثير من الأشياء، حتى العسل نحبه، ولكن إذا أطعمونا العسل كل يوم فأعتقد سنكره العسل إلى الأبد. بالنسبة لي أنا بعتقد، وبالنسبة للكتاب الفلسطينيين، الكتابة هي فعل وجود، ليس فقط فعل تعبير عن ما في داخلنا، لأننا حينما نكتب نقول نحن هنا. وشكرا لكم. ممكن بعد وعدكم بقراءة قصيدة في النهاية. شكرا جزيلا على هذه السيرة الجميلة وهذه القصص المعبرة والمؤثرة. ما يقول عن الليلة السابعة بعد الألف والتي ضاها بها ألف ليلة وليلة، وقد كتب كتابة رائدة عن الشخصية السياسية النافذة مع بعض البعد الصوفي، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة عبد القادر الجزائري، وربما كان ذلك الأسلوب الكتابي المبتكر بدافع الصراع عن الهوية الجزائرية، والتي ربما كانت هي السبب في انجذاب هذا العدد الكبير من الشباب السوداني لما يكتبه واسين العرب. أحييه لقوله في عقد الياسمين: في كل امرأة، طبعا كنت متوقعين أقرأ هذه، في كل امرأة شيء من المستحيل، وفي كل رجل شيء من العجز والغباوة في كشف هذا وشاهد من أهله. وقال قولة أخرى جميلة لا أريد أن أمررها: ما معنى أن يكون الرجل رجلا في بلاد فقدت رجولتها؟ ما معنى أن يكون تكون المرء امرأة في بلاد أن يكون المرء فيها أنثى عليه أن يدفع الثمن غاليا؟ هذه كانت في سيدة المقام، وهذا حالنا. ونشكرك كثيرا على هذه القولة: حي معي واسين الأعرج بلا أرقام، فهو رجل تواضع. شكرا سيدتي الرئيسة على هذا التقدير، وأنا سعيد أن ترأسني امرأة حقيقة. يعني مدام السيدة الرئيسة أثارت قضية فجأة ليلة السابعة بعد الألف، طبعا ليس هذا عنوان مداخلتي، ولكن فقط قوس صغير يعني أقوله ثم أمر إلى ما كتبته أو ما هيأته بهذه المناسبة، واللي اسمه سيرة المنتهى: الهوية والتهجين. وسأتحدث عن هذا الموضوع يعني. والأستاذ حسن طلب وهو يتحدث، الدكتور العزيز وهو يتحدث عن العلاقة بالتراث، فعلا أثارني كثيرا، وأنا منذ 10 سنوات في غمرة هذا الموضوع، تحديدا أبو العلاء المعري وسيدنا الأعظم ابن عربي. فأبدأ بالقوس الصغير يعني حول فجأة ليلة السابعة بعد الألف. في الحقيقة هي رواية بسيطة ومعقدة، استندت على ألف ليلة وليلة. في هذا التراث الحي والذي ما يزال حيا، ماذا فعلت أنا في هذه الرواية؟ أضفت في الحقيقة 6 ليالي فقط، لأنه هي ألف ليلة وليلة، لما تضيف 6 ليالي تصير الليلة السابعة بعد الألف، يعني في لعبة في العنوان يعني فقط. طيب، في ألف ليلة وليلة القصة، الإطار ماذا تقول؟ تقول بأن امرأة خانت زوجها، وهذا الملك العظيم يعني شهريار اتخذ قرارا أن يقتل كل ما تزوج بامرأة، يقتلها في اليوم الموالي يتزوج، وهكذا حتى جاءت تقريبا النساء اندثروا يعني من المملكة، وفي شهرزاد والدنيا زاد. يعني شهرزاد قالت لوالدها، طيب ووالدها وزير عند الحاكم، قالت له: يا بابا معليش أنا، خليني نتزوج بهذا الرجل. قال: سيقتلك. معليش خلي يقتلني، أنا أعرف كيف أتدبر أمري. وتعرفون القصة، وبدأت تروي له كل ليلة قصة وتعلقه في الهواء، وفي اليوم الموالي تروي القصة، وهكذا حتى صارت ألف ليلة وليلة. بس اللي ما ينتبهوا له الناس هو أن ألف ليلة وليلة نعتبر بأن
المرأة التي سجنت الطغيان بالقصة. الحقيقة المرأة، أنا بالنسبة لي المرأة التي أعطت حق الطغيان للطاغية. وأقول لكم لماذا، معليش هذا سيكون شوية غريبا ومفاجئا، أقول لكم لماذا. لما تأخذوا ألف ليلة وليلة، وأنا قرأتها يمكن شي 10 مرات يعني بدون مبالغة، قرأتها بنوايا مبيتة وليس القراءة البسيطة يعني. فعندما تقرؤون الرواية، الغريب أنه لا تخلو ليلة من الخيانة، ليلة واحدة من الخيانة الزوجية. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني بأن الخطاب على المستوى الرمزي، الخطاب الأساسي لشهريار هو خطاب السلطة والقوة، لأنه عندما نعرف مع من خانته بالنسبة للتدرجات المجتمعية، أنه واحد خادم إلى آخره، حتى مش في رتبة ملوكية يعني. فإذا في إهانة مزدوجة، إهانة الخيانة وإهانة مع من خانته. أوكي؟ فإذا النقيض لهذا الخطاب هو أن تأتي هذه المرأة وتقول له مثل ما يقولوا في الجزائر: يا سي محمد أنت راك غلط، أنت مخطئ، وأن لا مش كل النساء بهذه الصفة، وسأروي لك قصصا وإن تثبت بأن الحب والعشق للرجل له قيمة عليا. وفي لما نقول قيمة عليا، في محافظة على هذه العلاقة. أما تيجي شهرزاد وتروي كل القصص خيانات، فتحولت إلى شهريار أنثوي، عمليا قالت له ما أراد أن يسمع. وكل الحكام اليوم عندما تقول له شيء اللي يحب يسمعه أنت مرضي عليك. فإذا وين هي الشخصية المربكة؟ أنا بالنسبة لي تصنيفي لشهرزاد هي شهريار أنثوي، أما الشخصية المربكة حقيقة هي دنيا زاد. ودنيا أزادي يعني أزادي هي الحرية بالفارسية. فعندما أنا أخذ هذه الشخصية وأرى موقعها داخل هذه الرواية وماذا قالت، هي تقريبا تحدثت حوالي 4 مرات أو 5 مرات، وفي كل مرة كانت تحمل الكفن على أساس أن أختها ستقتل في اليوم الموالي حتى يمكن تكفنها وتدفنها إلى آخره. فكانت تسأل دائما أختها تقول لها وماذا بعد، وكأن كل ما كانت ترويه دنيا زاد لم شهرزاد لم يكن مقنعا لأختها، وأن أختها كانت تخفي ما هو أهم وأساسي في نفس الفترة التاريخية لهارون الرشيد التي كانت تحكي عنها. طبعا نحن نعرف الحروب التي قامت في ذلك الوقت، الانتفاضات التي قامت في الحقبة العباسية، هذه لم يتم ذكرها على الإطلاق. إذن ماذا فعلت أنا؟ فعلت نوع من الانقلاب على ألف ليلة وليلة، فجبت دنيا زاد وعطيت. طبعا شهرزاد نسيت أقول لكم لما تنتهي من عملية القص، في قضية كذلك لا ننتبه لها، أنها في نهاية القصة تأتي بثلاث ذكور، لا في مش ولا واحدة أنثى، أنجبت له على مدى الألف ليلة وليلة معناته حوالي 3 سنوات، فتنجب 3 ذكور، وقدمتهم لزوجها وقالت له: يا سيدي الآن افعل بما تشاء، ها هم أبناؤك. أنا بالنسبة لي الذكور هو استمرار للذكورية، معناته شهريار آخرين جايين في الطريق يعني، وما زالوا مستمرين حتى اليوم يعني، وهم نفسهم يعني. فإذن في اللعبة القصصية أو اللعبة الفنية، أنا انتزعت هذه السلطة وعطيتها لشهر دنيا زاد وخليتها تحكي فقط 6 أيام. والله شوف الثانية حكت 3 سنوات وسمع لها وعطاها وقتها وأنجبت منه نفسه شهريار، بس أضفت له صفة أخرى، شهريار ابن المقتدر، وهذا أسوأ حاكم عباسي يعني، كان ضحية القهرمانات يعني. فتيجي و يقول لها: قصي لماذا تعرفين؟ قل له: يا سيدي أنا سأقص ولكن أخشى أن لا يعجبك ما سأقص. يقول: لا لا أحكي ولا يهمك يعني. فجبت موضوعات خطيرة بصراحة يعني، صراحة وقضية جمع القرآن الذي اللي قام، قصة قتل أبو ذر الغفاري، ثورة الزنج، يعني كل القصص التي حدثت في نفس الفترة وفي فترة متقاربة سترويها دنيا زاد. في اليوم السادس يقولها: ستوب، حبسي، خلاص يكفي، أنا لا أستطيع أن أتحمل هذا النوع من القصص يعني. فإذا هي جات على خلاف، وطبعا
ستدفع الثمن كما يمكن أن تتصوروا يعني في فاجعة ليلة السابعة بعد الألف، لأنها عبارة عن فاجعة. وأنا بالحقيقة تصورت صحيح أن القصة لها علاقة بالماضي، ولكن علاقتها باليوم جوهرية وأساسية، لأن هذا الزمن الشهرياري ما يزال مستمر من الناحية الرمزية ومن الناحية حتى الفعلية. هذا قوس وعذرا يعني لم يكن هو القصد. أنا بالحقيقة اللي بذهني اليوم هو أن أحدثكم باختصار كبير، والسيدة الرئيسة يمكن أن توقفني متى تشاء، فهي الرئيسة العزيزة. فحبيت أحكيكم على كتاب، وهو كتاب سيرة المنتهى، وهو سيرة الذاتية التي صدرت قبل شهور يعني، والتي أتحدث فيها عن نفسي. وأحيانا أنا أفضل أن أتحدث عن كتاب أو كتابي. كتبنا أحسن منا بكثير وأفضل منا بكثير وأشجع منا بكثير أحيانا كذلك، يعني تقول ما لا نستطيع أن نقوله في الحياة العامة. في كتابة هذه السيرة، وكما ترون أولا من العنوان سيرة المنتهى وسدرة المنتهى، يعني أن الفكرة، أنا فكرت فيها في الحقيقة من هذه الناحية، وتحدثت عن أهم الشخصيات التي كان لها دور أساسي في حياتي يعني في هذه السيرة. الجد الأول الذي لم أعرفه إلا من خلال مرويات الجدة، وهو جد أندلسي موريسكي، والجدة الأساسية التي هي معلمي الأول والأساسي في نظام الحكي، والوالدة زوجة توفى زوجها استشهد في سنة 1959 اللي هو والدي، وتركها معلقة شابة ورفضت أن تتزوج وبقيت مع أولادها حتى الوفاة. ورغم أنه هو كان صعلوك يعني الوالد الله يرحمه، يعني لم يكن جيدا يعني، وسأتحدث عن هذا الموضوع يعني. والقصة أو الركن أو الأساس إذا شئتم الثالث أو الثالث في هذه السيرة هي قصة أول حب. ويبدو أن أول حب هو اللي يبقى في رأس، ما مش يعني ما الحب للحبيب الأولي، لا مش هكذا القصد يعني، لكن أول حب لأنه مثل ما يقولوا باللغة الفرنسية ستنمو رسوة فيه، يعني الحب فيه الكثير من العطش، العطش الطفولي، الانضمام نحو الآخر، البحث عن أمومة مبكرة إلى آخره، كل هذه القيم الإنسانية في لحظة ما تنتفي وتنطفي، ويجد الإنسان في مواجهة الحقيقة الموضوعية والقاسية، ولهذا يبقى هذا الحب. فأنا رجعت إلى هذه لأنه أنا في هذه السيرة لا أتكلم إلا عن الأشياء التي صنعتني بالجذور، يعني لا أتحدث عن الحياة اليوم يعني. ثم علاقتي مع الرجل اللغوي الذي أحببته كثيرا، وهو ميغيل دو سيرفانتيس أو سيرفانتيس. طبعا لما نقول لقاء معه لقاء لغوي وأدبي، الرجل في القرن السادس عشر والسابع عشر وأنا من هذا القرن يعني، فمعناته المسافة بعيدة جدا، لكن الكتب تلاقينا بسهولة وبدون أي صعوبة مع الذين نحبهم. أبدأ بالجد الأول. عرفوا يعني المنطقة التي أسكن فيها، منطقة تلمسان لمن يعرف هذه المدينة، هي مدينة أندلسية، وهذه المدينة لها تاريخ، وهجر إليها الكثير من الأندلسيين الذين جاءوا خصوصا في الترحيل الأخير، ترحيل 1609، هذا يعني بحيث أنه ولا أندلسي بقي، بمعنى بالأول يعني في القرن الخامس عشر، نهاية القرن الخامس عشر عندما سقطت غرناطة في 1492، طلب من الأندلسيين أنهم يتمسحوا يعني يصيروا مسيحيين، لمن أراد أن يبقى ولمن أراد أن يظل مسلما فليرحل يعني نحو العدوى الأخرى يعني. الكثير رحلوا، بعضهم بقي. أنا جدي من الذين طردوا في 1609، معناته تمسح أصبح مسيحيا يعني، معناته اختار هذا المسار. ولكن تعرفوا أنه يجب أن لا نظلم كذلك هؤلاء الناس، يعني هؤلاء الناس ظلوا يمارسون هم واليهود ظلوا يمارسون طقوسهم الدينية في سرية تامة عن القوانين الملكية الكاثوليكية، وفي حتى ما بعرف معروفة على كل حال هي نسبيا هاي كتب الرصاص، حتى خلقوا لغة اسمها الخميادو. هذه اللغة هي عبارة عن لغة الحرف عربي ولكن الكتابة إسبانية، حتى لا يستطيع
الإسبان والملوك الكاثوليك اطلعوا عليها وكتبوا القرآن الكريم بها، وكتبوا الأحاديث النبوية الشريفة، وكتبوا الكثير من النصوص بهذه اللغة، لغة الخميادو. فإذا لم يبتعدوا كثيرا، حتى وهم في المسيحية لم يبتعدوا كثيرا عن دينهم وعن أصالتهم. جدي من هؤلاء مثل ما كانت تروي الجدة. أنا في هذا أكتفي بقصة صغيرة لأنه قصة طويلة جدا ولا أريد أن أخذ الكثير من الوقت. أن الجدة هي التي عرفتني بهذا الجد. أول ما دخلت إلى المدرسة، دخلت المدرسة الفرنسية، أول حرف كتبته باللغة الفرنسية، لأنه هذا هو الموجود في الخمسينيات، كانت اللغة الفرنسية هي اللغة المسموح بتعليمها، بينما اللغة العربية كانت ممنوعة منعا باتا بقانون فاغنيه، وهو قانون معروف يمنع على الجزائريين تعلم اللغة العربية إلا في الكتاتيب الصغيرة، هاي الزوايا وكذا ممكن تعلم اللغة العربية. الجدة مسكينة كان عندها حب لجدها ولتاريخها، هي التي كانت تروي لي عن هذا الجد، فقالت أنت لازم تتعلم اللغة العربية، تتعلم اللغة العربية لكي تستطيع أن تقرأ تاريخ أجدادك باللغة العربية. طبعا في النهاية قرأته باللغة الإسبانية، ما قرأته باللغة العربية، يعني تاريخ الأندلسيين، ولكن معليش هي وجهتني إلى هذا الموضوع. قلت لها يا جدة أنه وين تعلم اللغة العربية؟ ما في مكان تعلم في اللغة العربية. قالت لا، أنا أحكي لك مع الفقيه، أنا نقوله سيدي أو المعلم الديني، وستتعلم عنده. وبالفعل سجلتني، والله عاقبتني، ولكن كنت سعيد بالعقوبة، لأن المدرسة الفرنسية تفتح الساعة 7:30، ندخل الساعة 8 ونبقى حتى الساعة 12، ثم بعد ذلك تنتين حتى الخامسة، نفس النظام الموجود اليوم في النظام في المدرسة القرآنية. أنت عليك أن تقوم الساعة 5 وتروح في البرد، وطبعا ما نقول لكمش حالة الفقر ماذا كنا نلبس، يعني طبعا ما كنا نلبس أطقم وكذا، يعني كله كان في وضع بائس تماما يعني جدا، والبرد ينفذ إلى العظام. فنذهب إلى 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 التعلم الساعة 5، ولما تيجي الساعة 7 وشوي نخرج من طبعا كنا نتعلم على الألواح ونغسل بالصلصال ونصنع مدادنا إلى آخره، كله صناعة يدوية. يعني إلى اليوم ما زلت أتذكر كيف أصنع الصلصال الذي أمحو به اللوح، كيف أصنع هذا المداد الذي نكتب به، وكيف أصنع هذا القلم الذي كنا نكتب به على اللوح. المهم بدأت أتعلم، حتى تعلمت كيف أكتب، كيف أقرأ. وعندما نتعلم كيف نكتب ونقرأ قليلا، هذا سيدي أو المعلم يضعنا في نهاية الصف. قلنا توضأوا وقرأوا القرآن، وكان في حوالي 10 نسخ قرآنية حمراء مصفوفة في آخر صف، فنتسابق عليها لأن كنا كثيرين، فاللي يسبق واللي يأخذ النص ويقرأه. كان فيه نص غلافه مش كويس، يعني غلافه منزوع يعني على جسد الكتاب، يعني ولا واحد يروح له، كلنا نذهب نحو النصوص الأنيقة وكأنها ليست قرآن يعني، بس هي عقلية أطفال يعني. في مرة من المرات وصلت متأخرا، طبعا كل النصوص أخذت، وبدأت ألف يعني ماذا سأفعل. قلت يلا ماشي الحال، خليني نأخذ مثل قضية الثعلب والعنب وكذا، فرحت أخذت هذه النسخة وبدأت أقرأ فيها. والله أقسم أن لأول مرة أشعر بأن اللغة تدخل في الدم، لأول مرة أشعر بأن اللغة العربية مثل ما نقوله في المغرب العربي تشوك لحمي، يعني هيك أشعر بشيء غريب يعني. وأصبحت أفهم بسرعة، مع أن أنا كنت قرأت قبل ذلك النص القرآني اللي بالكتاب الجديد، بس ما كنت أفهم بشكل جيد يعني. المهم فكرت فكرة ولا تقلدوها لأنه مش كويسة، فكرت فكرة أن أسرق الكتاب، يعني من شدة حبي للكتاب، ما قدرتش أطلقهم إيدي، صبرت عليه اليوم الأول، صبرت اليوم الثاني، وكل مرة أخطط كيف أسرق الكتاب بدون أن يتفطن لأحد يعني. وصممت في اليوم الرابع أن أخذ الكتاب، وفعلا أخذته خبيته، وجيت خارج بالصدفة الفقيه الذي لا يتحدث معي، لما نجي خارجين نخرج هكذا مجموعة أطفال، أوقفني قال لي اسمع انت اوقف،
فأنا كان وجهي أبيض كثير وحمريت بسرعة مثل الطماطمة يعني. فقال لي وقف تعال. والله ارتعبت وخفت لأنه مش متعود على هذه الحرفة، وتعرف الواحد اللي مش متعود على الحرفة تظهر على عينيه بسرعة. فحسيت كأنه خلاص بهدلة، وكيف تسرق القرآن وكيف تسرق كتاب إلى آخره. فقال لي اعطيني رأسك. فتلمس رأسي وجد الحرارة مرتفعة، فقال لي روح أركض عند أمك وقل لها تسوي لك زهورات يعني. فقلت الحمد لله ركضت ما وأخذت الكتاب، أخذت الكتاب وهو ما يزال عندي إلى اليوم يعني. فأخذت الكتاب وبدأت أقرأه يوميا بفرح شديد. كانت الجدة لما تمر في الحوش، إحنا بيت عربي قديم، تقول لأخوي اللي هو أكبر مني هذا ضاع منها، صار فرنكوفوني خلاص، ما فيه ما يصلح يعني خلاص. يعني تقول يا غبي شوف أخوك أصغر منك ولا يطلق القرآن من إيده، فهو مثبت على القرآن، وهذا سيكون فيه خير لأنه سيعرف اللغة العربية وسيقرأ تاريخ أجداده إلى آخره. أنا كل ما كنت أقوم به كنت أقوم به محبة للجدة وليس شيء أكثر من ذلك بصراحة. أنا كنت أحبها كثير فقط يعني، وحتى ما أزعلها. أما ما عندي حكاية أنه إنسان يصير كاتب إلى آخره، ما كنت أفكر فيها مطلقا. المهم بيت القصيد أنه في مرة من المرات يجي واحد من الأهل، أبناء عمي من المغرب، والجدة قالت له شايف وسيني ابني كيف يقرأ القرآن ومنهمك عليه ومنكب عليه. قال لي أي والله كويس تعال. فأخذ مني، هو يعرف اللغة العربية، أخذ الكتاب بدأ يقرأ، وبعدين بلش يضحك 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 بشكل هستيري. قال لي شو عم تقرأ أنت يا؟ قلت له أقرأ قرآن. قال لي يا وغد هذا مش قرآن، هذه ألف ليلة وليلة يعني تقرأ فيها. والله الحادثة حدثت كما هي، وأنا انبسطت فيما بعد لأن هذا جعلني أنحرف شوي يعني، ورحت نحو ما هو أدبي وما هو إنساني إلى آخر. طبعا فيما بعد أنا قريت القرآن وحفظت 60 حزب وانبسطت وكل شيء، لكن هذا الكتاب صار بالنسبة لي كتابا مركزيا، ولهذا إذا والله شبه مقدس يعني، لأنه يتكرر كثيرا. هذا بالنسبة لهذا الكتاب. وبالتالي أن دور هذه الجدة أنا تحدثت عنه لأن هي التي لاقتني أولا بهذا الجد الذي تحدثت عنه. كانت تقول عنه مثلا في المرويات يعني، تقول بأن جدك كان شخصية كبيرة وكانت عنده مكتبة بغرناطة. أنا لا أعرف مدى صدقية ذلك يعني، هي توارثته عن طريق الرواية. وطبعا أنتم تعرفون في الرواية في أشياء صادقة وفي أشياء تأتي أن الواحد يحب يفتخر بأصوله أنه كلهم يصيروا إما للنبي الأكرم أو لسيدنا علي. لما تشوف السلالات الحاكمة كلها عندها هذه النهايات يعني. الله يعلم يعني، الله يعلم مدى صدق ذلك يعني، لا أدري. فأنا جدي كانت عنده مكتبة وصدقت هذه الفكرة وفرحت بها أنه جدي كان عنده مكتبة، لم يكن قاتلا، كان رجل يملك مكتبة ويكتب ويفرح بالكتب. فتقول أنه عندما سقطت غرناطة كانت عنده خادمة، وهذه الخادمة هو كان حزين، جابت له قطعة خشب وقالت له خذ قطعة الخشب وارمي حالك في البحر، غمض عينيك وارمي حالك في البحر ستجد نفسك في الجهة الأخرى أو في العدوى الأخرى. طبعا غرناطة ما فيها بحر، إذا رمى حاله راح يتكسر يعني عنقه، لكن اللي بجنب غرناطة فيه مدن بحرية مثل ألميريا مثلا التي هجر منها الأندلسيون. وأنا أفترض أن لأن المسافات في ذهنية الأسطورة غير موجودة يعني، فافترضت أنه من الذين هجروا من ألميريا. المهم هاي الصدفة الثانية وأنا لا أعرف كيف أفسرها، وأنا داخل مكتبة الإسكيريا المكتبة الكبيرة أبحث في تاريخ الأندلسيين وخصوصا الموريسكيين لوس موريسكوس هؤلاء المسلمين الأندلس. والله في أمامي 4 مجلدات، كل مجلد فيه يمكن شيء 2000 صفحة يعني. من أين أبدأ هذا؟ كنت أنا وزوجتي جالسين هك ونورق يعني، من أين أبدأ هذه المجلدات؟ هل أقرأها كلها؟ طبعا مستحيل، أنا كل الزمن اللي عندي حدود شهر يعني إقامة، فما أقدر أطلع. فأخذت الكتاب وفتحته هكذا بدون أي حساب بالصدفة الكلية، وإذا به ماذا يقول في الكتاب؟
يقول كتاب أن الأندلسيين الذين هجروا، طبعا يتكلم على، بعدين يتكلم على اسم السفينة التي كانت تهجرهم، وهذه السفينة اسمها أبدا. احنا الخادمة بالجزائر نقولها عبدة زمان، يعني هذا التسمية القديمة أبدا. فأنا فهمت تماما. وبعدين يذكر كيف أخذوا إلى المنطقة الفلانية اللي هي منطقة سيدنا يوشع، وهي المنطقة نفسها التي نزل فيها الأندلسيون في تلك المنطقة. فأدركت بأن جدتي كانت مؤرخة على طريقتها، يعني ورثت هذا الميراث. وبالفعل ما كان أسطورة أصبحت أبحث فيه على أساس أنه حقيقة موضوعية. وبدأت أقرأ طبعا. هذا العنصر أو هذا العنصر التاريخي والأسطوري ساعدني في كتابة هذه السيرة. كيف تكتب سيرة؟ هل هذا كان سؤال كذلك، كيف أكتب هذه سيرة المنتهى؟ هل أكتبها بالطريقة الكلاسيكية؟ وهنا في الحقيقة أرجع إلى الإشكالية التي أثيرت يعني منذ البارحة، يعني حول تداخل الأشكال إلى آخره. كيف أكتب هذه السيرة؟ هل أكتبها بالطريقة العادية؟ طيب كيف أكتب سيرة بالطريقة العادية وكل أبطالي لم يعودوا موجودين في الحياة؟ الجدة توفت، الجد طبعا صار له زمان، الوالدة توفيت أيضا، الوالد متوفي، المرأة التي أحببتها في الطفولة توفيت، سيرفونتيس توفي، مع من سأحكي؟ فوجدت خدعة فنية. أنا استرشدت في هذه الحالة، بدأت أقرأ وبسرعة وجدت هذا الحل. قلت طيب شوف مثلا أبو العلاء المعري عندما أراد أن يكتب ارتحل نحو الأموات بطريقة بسيطة ومقبولة، يعني حتى من ناحية الميراث السردي العربي والديني، الإسراء والمعراج، هذا يسهل مثل هذه الأمور أو قبول هذه الأمور. بعدين قريت الكوميديا الإلهية فوجدت نفس الشيء، فقلت لماذا؟ وبعدين قرأت معراج ابن عربي الجميل، ووجدت بين المعراجين، المعراج النبوي الشريف ومعراج ابن عربي، مسافة سؤال. تعرفوا أن المعراج النبوي يتوقف عند سدرة المنتهى بحيث لا يظهر شيء بعدها، عند ابن عربي يصل إلى الكرسي، يصل إلى الكرسي طبعا، وبعد ذلك تأتي المعميات يعني. فقلت طيب لماذا لا أخذ هذه الطريقة وأرحل عند هؤلاء الأموات، يعني عند جدي وعند عند الجدة وعند الوالد وعند الوالدة. إذن كل السيرة هي عبارة عن رحلة معراجية عند هؤلاء، وتبدأ هذه الرحلة المعراجية من لحظة الموت ويتم الانتقال عندهم وتتم المحاورة معهم إلى آخره. فحمدت الله أنهم لم يكفروني يعني في 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 في, في هذا النص، ولكن في الحقيقة لا يوجد فيه ما يكفر، لأنه النص مبني على تراث حقيقي أنا أعتز به، ولكن من حقي أن أنظر إلى هذا التراث وفق ما تمليه علي الحاجة الفنية والأدبية. فغيرت قليلا بهذا التهجين، غيرت قليلا من هوية أو حتى من تسمية السيرة، لأنه عندما تقول سيرة ذاتية فأنت محكوم بجانب شخصي ذاتي، وفيه الكثير من الصدق المباشر. عندما تكتب سيرة من هذا النوع أنت ستخرج عن هذه المقاييس وتدخل في مقاييس أخرى. لكن الذي أختلف فيه مع أطروحات فيليب لوجان، هذا الذي نظر للسيرة والسيرة الذاتية تحديدا، هو يقول أن على الكاتب أن يحكي كل ما عاشه. طيب عندما أعرف بأن في المجتمع العربي أن الجزء الذي نعيشه بشكل معلن يساوي 20% مقابل الذي نعيشه 80% بشكل صامت، فإذا هل ما سأذكره أو ما سأتحدث فيه من 80% من الأشياء الصامتة التي تبدو متخيلة أليست هي جزء من ذاتي؟ أليست هي ثقافتي؟ أليست هي معراجي الخاص كما أراه أنا؟ وبالتالي أنت ستضطر بأنك تصطدم قليلا مع هذه الأطروحات التي تحدد السيرة الذاتية بمختلف مقاييسها. سيدة الرئيسة، انتهى زمان، خلاص أنا أصمت، شكرا لكم. شكرا. حياتي الأدبية صارت تصمد للإسلام كي تتحدث.
أيوة الحقيقة ما عندي كلام أقوله للمتحدثين الثلاث، خاصة الحديث الأخير الشيق الذي كنا نستمع إليه الآن. أنا أمتنع عن التعليق. أترك التعليق لكم. الرئيسة، بما أنني أرى نفسي في كل امرأة سودانية صادفتها أقرأ نصا متواضعا ويكون هو التقديم. تفضل. لعبة الرقي، أي التي تتجلى بركان دمار، تزرع نارا تحسد نارا ليصير الكون أسرارا، تأتلف جنانا وسيولا مرارا وجحيما مسعورا تكرارا، وتموت كما لم يكن شيء، وتنبعث من تحت الرماد أشرعة وسفنا وأسفارا، ويطول الأمد برحلتها ويهجر الراحل إليها الديار لتسقيه من شهدها الدافئ علقما شرسا ومرارا، أي ضوءا مهذبا من قلب سماء حبل آفاقا وأنوارا، أي ضوعا خالدا من كون رحب، أي ضوعا خالدا من كون رحب يسكن بحارا وبحارا، لكنه لم يعرف أين يزرع أعماقا وقرارا، لم يجني من مساحات كيانه بساتين صدق وثمارا، أي حريقا من رحيق الشمس يطهر حياة بأكملها ولا يترك للعود مدارا، أي التي تأتي من غياهب الغيب وتقضي العمر للمجهول جارا، رحماك يا أنت يا معذبتي كفاك غرورا، وتعالي نؤسس للحب نسمات وأفكارا لم تخطر لأحد من قبل، أي التي هي بحجم الريح تأتي صرصرا حينا وحينا على لون إعصاري عفوا، أي التي تأتي بحجم الريح تأتي صرصرا حينا وحينا على لون إعصاري، وحينا سموما تتلظى بها جوارحي وحتى أفكاري، هي التي ينزف التاريخ من جرحها وتفزع كروم الديار، هي التي تصيب الكون بيمينها وتتلقى الوجود باليسار، هي التي كنت بأرقي تعبثين على ورقي تنسكبين رحيق مدام عبق سلام وسنبلة غجرية، أنت بين جفني تبتسمين بأهداب أزمنتي تلهين بكل عفوية، يا طفلتي الشقية تراقصين عرائس النور بحليها الشفافة الأزلية، أيتها الشهية يا لحنا خالدا على مر المدى، يا أسطورة الحب الإلهية، يا أنت يا فاتنتي يا من أسموك حرية. شكرا لك. أهلا بك. الصالة عندها بالضبط 6 دقائق. في طلب الحقيقة واتخذت بإصرار في الجلسة الأولى، وأنا لا أريد أن أخسر الناس المستفيدين. محمد آدم أحد الشبان طلب هذه الفرصة. مشى. وين محمد؟ ما تفضل. شكرا جزيلا لك استاذة عائشة. محمد آدم مرحبا. محمد المشرف التنفيذي للاتحاد العام للإدارات المحتوى السوداني. حقيقة مداخلتي كانت للمرة الأولى طلبتها للتصويت. ذكر الفريق الدكتور بدور أنه هو رئيس الاتحاد العام.
متاسفه معلش معلش يا محمد. هي منظمه الاتحاد العام القومي للاطفال والكتابه السودانيه، هي منظمه غير مسؤوله في الجانب المعني. منحتنا الاداره مزيد من الوقت في 15 دقيقه زياده، فنستطيع ان نستمع الى بعض الناس. نسمع صوت نسائي اول. شكرا يا جهه الثقافه والسلام. حديث موجه للاستاذ ابراهيم نصر الله. بالامس تحدثنا عن عبور الاناث الادبيه بعضها ببعض، وانت مسكون بالهم الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه كشيء مفصلي في نصوصك، وألقت الخيمة بظلالها حتى قراءاتك عن البؤساء دكتور ثروة. أنا أسأل أستاذ إبراهيم، إذا كان ذوبان الأجناس بعضها في بعض لا يفسد للنص قضية، ما قاله بنغوريون سيموت كبارهم ويدسى صغارهم، هل التهجير الذي تم للفلسطينيين من شأنه أن يميت القضية بذوبان القومية الفلسطينية في غيرها؟ وإلى أي حد سيلقي هذا انقلابهم على الأرض الفلسطينية؟ شكرا. أولا أنا أعتقد أنه أي شاعر وأي كاتب هو ينهل من مناهل كثيرة ومن ينابيع كثيرة. بالنسبة لي بالمصادفة أو لا أعرف كتبت الشعر وكتبت الرواية وأقمت معرض التصوير وأقمت وأصدرت كتابين في نقد السينما وأشياء كثيرة. أنا أعتقد هذه هي مجمل إضافة إلى قراءاتي في مسائل أخرى. أنا أعتقد يعني حينما يقرأ الكاتب ما مصير هذه الكتابات، أنا بعتقد القراءات أنا بعتقد هي أن تصب في بحيرة كتابتي، لأنه في اعتقادي كلما كانت هناك روافد لهذه البحيرة كلما كان منسوب المياه في هذه البحيرة أعلى. بالنسبة للتمازج الفنون وتداخلها، أنا شخصيا يعني مع الاستفادة إلى أقصى الحدود من كل الفنون الموجودة، لأنه القارئ يتنوع. الآن لدينا قارئ أشبه ما يكون بقارئ الصورة أكثر مما يكون بقارئ الكلمة، لكن شخصيا يعني أحرص أن تظل بالواية رواية وأن تستفيد من كل الفنون تماما كما هي السينما، يعني تأخذ القصة وتأخذ الموسيقى وتأخذ التصوير وتأخذ اللوحة وتأخذ، ولكن تظل سينما كما هو النمر الذي يمكن أن يأكل الغزال ويأكل الدجاجة ويأكل يعني أشياء كثيرة ولكن يبقى نمرا في النهاية. أنا مع هذه المسألة. المسألة الثانية بالنسبة للتهجير والقضية الفلسطينية، أنا أعتقد أنه لو كان هناك فرصة لانقراضنا لانقرضنا، لأنه أنا أعتقد تكالبت علينا إمبراطورية وذابت إمبراطورية وصعدت إمبراطوريات خلال المائة سنة الأخيرة، ولكن ظل هذا الشعب الفلسطيني قائما وحيا. وكلما فعلا اعتقدنا أو اعتقد أي شخص يصيبه اليأس أن هذا الشعب انتهى، نكتشف أن هذا الشعب يتجدد من جديد. ففي اعتقادي أنه هذا الشعب فعلا عصي على أن يموت، وهذا ما أثبته خلال المائة سنة الماضية. تقييم لحركة النقد التي تنتظم المنطقة العربية أو لما يكتب بالعربية، هل هو بالمجد الذي وصله الشعر أم ليس ما زال أمامه الكثير لكي يلتحق بالشعر؟ أما سؤالي لصاحب القبعة الذي أرفع له القبعة احتراما دكتور ياسيني، لك مقولة فيما معناها أن في المدن العربية شيء، هناك شيء يبعد عن الحزن حتى وإن كان الفرح متاحا، أو بمعنى أنه الإنسان مقدور يفرح. حدثنا عن ذلك الشيء. شكرا. تراجع إلى حد بعيد، وفي حين واصل الشعر تقدمه بصورة مذهلة
خلال ربع القرن الأخير، بمعنى أنه أصبحنا في واد والنقد في واد، أو كما يمكن أن يقول أنه حينما أصبح قطار الشعر بالطاقة النووية لم يزل قطار النقد على الفحم، وهذه إحدى مشكلاتنا في اعتقادي. لكن هذا لا يمنع من وجود يعني دراسات وبعض الكتب، يعني أتحدث عن تجربتي، صحيح أن هناك نقص في النقد الصحفي لهذه التجربة، لكن هناك عدد، يعني مثلا هناك 9 كتب صدرت عن هذه التجربة، هناك يعني ربما 20 دراسة ماجستير أو دكتوراه صدرت عن هذه التجربة. فأنا بعتقد أنه الجانب الأكاديمي الآن يعني يسد فراغا مهما في هذا المجال، وإن كنت أتمنى على كل الأكاديميين فعلا أن يكونوا أكثر فاعلية في اليومي، بمعنى في النقد اليومي، لأنه نحن بحاجة إليهم والكتاب بحاجة إليهم. الكتاب يعني يجب أن يعني بحاجة أن يكتب عنه لكي يسمع به القارئ أحيانا. ومع أن هناك الآن تطور في وسائل الاتصال يمكن أن تساعد كثيرا في وصول الكتاب، لكن في اعتقادي أن القارئ العربي بحاجة للنقد اليومي، بحاجة للنقد الصحفي، بحاجة للنقد المجلات، لأن هذا النقد يعمق قراءة القارئ لما ينتج من شعر. وشكرا. واصل في نفس النسق بسرعة، لأنه الموضوع حقيقة مهم الذي طرحته على الأستاذ إبراهيم فيما يتعلق بالمسألة النقدية. أنا أعتقد أن هناك نوعين من النقد، فيه النقد الأكاديمي، وهذا أقول لك من أستاذ جامعي لا يعاني من أي نقص، بالعكس أحيانا يعاني من حالة فائض زائد، يعني لأنه أحيانا فيه ما له قيمة وفيه طبعا ما هو متوسط إلى آخره، بحسب المشرف وبحسب الطالب. لكن المادة النقدية حقيقة موجودة. مشكلتها وين، أين تكمن المشكلة النقدية في هذا المجال؟ هو أن هذا النقد يبقى رهين الخزائن الجامعية ولا يخرج إلى الخارج، وبالتالي أن وظيفته العملية في الرفع بالكتاب أو بالرواية تكاد تكون صفر، يعني لأن النقد الأكاديمي لا يعرف إلا في وسط ضيق يعني جامعي، وإذا كان الطلبة مهتمين بالرسالة الجامعية. هناك نوع ثاني من النقد، وهذا موجود في أوروبا لكن مش موجود في الوطن العربي، النقد المتخصص. أولا لازم يكون عندك جريدة حقيقية. إذا ما عندك جريدة حقيقية اللي يذهب نحوها كل الناس، أعطيك مثلا لوموند الفرنسية عندهم ملحق أسبوعي اسمه لومون دي ليفر، عالم الكتب إذا حبينا نترجمها حرفيا. يعني هذا لومون دي ليفر إذا كان نص كتب عنه في لومون دي ليفر، سترى بأن هذا النص راح يكون عنده آلاف القراء بسبب الجريدة. للأسف هذه الطريقة احنا مش متوفرة يعني عندنا في الوطن العربي. عن المدن، عيشت في سياق يعني على كل حال، وسياق مدينة حزينة. أنا أقول يعني بصراحة أقول بأن مدننا العربية هي مدن حزينة، على الأقل نتكلم عن المدن التي زرتها وهي مدن كثيرة، مدن حزينة. إيش معنى المدن الحزينة؟ أنت شوف لما تدخل إلى مدينة وتشعر بنفسك بأنك حر داخل هذه المدينة، وبأنك لا تلتفت إلى الوراء ولا مرة واحدة، فأنت داخل هذه المدينة معناته مؤمن، أنت في أمان. أما عندما تمشي وأنت تلتفت من ورائك سواء بسبب فوضى السيارات أو خوف أو، فمعنى أن هذه المدينة ليست مدينة على ما يرام. ثم عندما تحزن وتريد أن تغير جو، تقول مثلا أنا أروح للمسرح أو أذهب للأوبرا أو أذهب لمكان آخر إلى آخره، هذه المدن اللي بهذا الشكل تمنحك السعادة. وأنا كنت أتحدث عن الجزائر، لأن الجزائر في فترة سابقة فعلا كانت مدن سعيدة، ولكن للأسف عندما استولى عليها الورثاء وحراس النوايا فقدت هذا البهاء، يعني أصبحت مدينة بائسة. يعني آخر فرصة للصالة، بكل أسف أنا علي ضغط شديد جايني من برا، وأوريدي الفرصة دي منحناها لشخص ما، محمد إسماعيل. وأقصر ما أمكن، ليس معنا وقت، ده الوقت الضايع الحين. محمد إسماعيل، أهلا. سؤالي للأستاذ الروائي وأسيني العارج، نلاحظ
باسم مريم يعني تنقل كثيرا في عدد من رواياتك من مصر أحلام مريم الوديعة إلى سيدة المقام طوق الياسمين أنثى السلام. لماذا هذا الحضور الطاغي لمريم؟ شكرا جزيلا. شكرا. هذه مساحة خطيرة يعني، ولكن حقيقية فعلا يعني. شوف، هو أنه نقول دائما هذه المقولة، عندما نخسر حبا نربح ذاكرة. وفي الحقيقة هو هذا بالضبط تماما فيما يتعلق بشخصية مريم أو مريومة. أنا بالحقيقة حب طفولي، أنا أتحدث عنه في السيرة، وأنصحك أن تقرأ السيرة لأنه فيه تفصيل كبير وطويل وخطير أحيانا يعني داخل هذا. وأتحدث لأول مرة براحة كاملة عن وجود هذه الشخصية في النصوص الإبداعية وما مبرر تكرارها. أقول لك فقط شغلة بسيطة، هي بنية صغيرة في قرية، وهي لا تعرف أني كتبت عنها على فكرة يعني، لأنه لم تكن لا متعلمة ولا أي شيء. هذه في الطفولة كانت عندنا ساقية، وكل القرية يجيوا يأخذوا الماء من هذه الساقية. وطبعا هذه الساقية عندها 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 حضور غريب في الذاكرة الجمعية. من أراد أن يتزوج يمر عبر الساقية وينظر البنات اللي يغسلوا القمح والألبسة إلى آخره، ويروح يخبر أمه في المساء، شوفي لي هذيك اللي تلبس كذا وكذا وكذا، بنت فلان، خلاص، وتروح تخطبها له يعني. فهذه الساقية إلها 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 خصوصية في القرية، وأنا قاتلت ونازلت حتى يعتر منها ورممت، ورممتها بمسارية الخاصة يعني، بدراهمي، مش بدراهم الدولة، الدولة مش ما يهم هذا النوع يعني من الخرافات يعني. في داخل هذه الساقية كانت هذه البنية تيجي تأخذ الماء، ولكن كانت تغسل القمح في معون كبير، وكانت صغيرة وشعرها طويل جداً، وتعرف الملعونة بأن كل هذا الشباب ينظروا لها إلها يعني، لكن تأملوها وتغسل القمح وكأنها ترقص وترفع شوية اللباس طويل هيك يعني قليلا. وكل واحد بعدين نلتقي بالمساء، شفت أنا غمزت لي، شفت أنا ضحكت معي، شفت أنا، وهم كلهم كذابين بما فيهم أنا يعني، كنا نكذب على بعض يعني، وهي لم تكن منتبهة. فأنا هذه البنية دخلت في ذاكرتي كجزء من طفولتي، وبالتالي فتكررت في كل الأعمال يعني، هذه هي القصدية تماما. شكرا جزيلا للصالة، شكرا جزيلا، لأن الحفل سيبدأ في حينه. وكذلك أذكركم بأن كل هذه الأوراق موجودة على في موقع جائزة الطيب صالح. شكرا جزيلا لضيوفي على المنصة. شكرا جزيلا، هذا حدث غير مسبوق. شكرا جزيلا لك يا أخي.